الحبوب بتاعته هتكون ايه بقى؟ انا حاطط اللي عندي، يعني كان في حاجات تانيه عايزه احطها ما حطيتهاش، ما كانتش موجوده عندي، فمش مشكله يعني مش اساس. الحبوب زي ما انت عايزه، الموجود عندك حطيه. طب انا ايه اللي كان موجود عندي؟ انا عندي هنا سمسم، ده الطبيعي اللي موجود لاي حد بيحب المخبوزات او بيعمل حاجات، موجود عنده سمسم، حبه كمون، حب شمر، ينسون، بذر الكتان، تمام؟ ده اللي كانوا موجودين. كنت عايزه احط حبه البركه ما لقيتش، كنت عايزه احط حاجات تانية كده او اشيل حاجات، يعني احط حاجات انت زي ما انت عايزه، الموجود عندك جمعي الحبوب الموجوده وحطيها بالمعقول، يعني ما تكتريش قوي وتبقى حاجه يعني ايه ما تعرفيش تاكليها، لا خليكي بالمعقول. يعني الاربع كوبايات دول انا هاخد مثلا من كل واحده من دول معلقه كبيره، يبقى عندي خمس معالق كبار من الحبوب، ده كويس جدا. تمام، عندي معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من الخميره، باكو بحاله بيكنج باودر، باكو بحاله بيكنج باودر، معلقتين سكر، معلقتين سكر، رشه ملح، قولي يعني نص معلقه صغيره، تمام كده، نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من لبن البودره. تمام، عندي للوش هيبقى صفار بيض وفانيليا، وممكن نرش كمان شويه حبوب على الوش. تمام، نيجي هنا بقى هناخد معلقه الخميره، معلقتين السكر، تمام، ندوبهم بشويه ميه بس كده، خميره شويه ميه صغيرين، وايه قلبتهم وسبتهم شويه. حط هنا بقى اربع كوبايات دقيق، بسم الله، نص كوبايه لبن بودره، الحاجات دي بتبقى محسنات وجميله يعني، باكو بيكنج باودر، باكو كله بيكنج باودر، تمام، رشه ملح حوالي نص معلقه صغيره كده ولا حاجه، اقلبهم. هحط عليهم، بص بقى، معلقه كبيره شمر، معلقه كبيره او اكتر شويه بذر الكتان، يعني زي ما تحب انت بقى، ينسون ممكن اقل سنه لانه مسيطر قوي، كمون بالمعقول برضو لانه برضو بيبقى زاعق شويه، سمسم ممكن اكتر، تمام، ونص كوبايه من الزيت. بس الاول نحرك الاول اللي قبل ما احط زيت والميه، احرك الحبوب في الايه، في العجين، في الدقيق، وبلم بقى العجينه بشويه دقيق. عجينة ايه دي؟ دي عجينة عيش التوست اللي بعمله اللي بالحبوب. هناخد بقى كده العجينة دي، بسم الله الرحمن الرحيم، كده هجيب القالب اللي هحط فيه، انا مثلا القالب اهو بقيس كده على العجينة، ماشي، بقيس على العجينة انا هفردها قد ايه، ماشي، هقلبيها كده وهروح حطها جوه القالب بالطول اللي انا قست بيه. ممكن اخدها كده ماشي، دي حسبيها تخمر جوه القالب في مكان دافي، استحاله تعمليها كده، هتلاقيها شققت منك على طول. يعني عارفين لما بكون مستعجله او عايزه اعمل حاجه سريعه، ده بياض، ده صفار بيض بس، ها صفار بيض وعليه فانيليا، ده بيخليها حلوه جدا. راح ايه اهي كده، بصوا ادهنها قوي، دي بيخليها ايه، دي بتخليها بتلمع قوي اكتر البيضه كلها، يعني الصفار كده اخدنا باشا فضيح انا شويه كده الحب اللي حطها جوه حطها برضو بره، ما شاء الله، مش عارفه اقول لكم ايه والله، سلموا سلموا.